السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل ملحق كتاب جيم 2024، بداية من بيج 91، كايرو جوفرنوريت محافظة القاهرة إدارة الجمالية التعليمية. نبدأ بسم الله. listening استماع. number one listen and choose the correct answer from A B C or D. number one إيمان is our own space. طبعا active girl يعني بنت طبعا نشيطة من خلال نصر الاستماع. Number two, she spends, هي بتقضي حوالي طبعا 2 hours ساعتين doing exercise every day في القيام أو ممارسة التدريب كل يوم. سؤال number three, she sleeps, طبعا الإجابة الصحيحة early every night يعني هي بتنام مبكرا كل ليلة من خلال برضو نصوص الاستماع. سؤال number four, she doesn't like sending, ما بتحبش ترسل طبعا الفوتوز والصور. بعد كده عندي الجزء الثاني. complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية between أحمد وشادي. شادي tells أحمد about his favorite subject، يعني شادي بيخبر أحمد عن مادته المفضلة، فبيسأله بيقول له what's your favorite subject. طبعا من خلال النص هي طبعا بيتكلم عن اللغة الإنجليزية، يبقى I بص على طبعا أو ممكن نقول my favorite subject is، عادي ممكن نقول I like English، أنا بحب الإنجليزي، وممكن نقول my favorite subject is، وأقول المادة على طول is English. بعد كده أحمد سأل سؤال، فرد عليه شادي قال له because it's easy and useful، كمان لأنها سهلة وكمان مفيدة. هيقول له لماذا، عندي why، because نستخدم why للسؤال عن السبب. why do you like it، لماذا تحبها. why do you like it، because it's easy، كمان سهلة and useful مفيدة. بعد كده أحمد سأل سؤال رد عليه شادي الله I have English twice a week، كان عندي طبعا إنجليزي حوالي طبعا مرتين في الأسبوع. طبعا السؤال عن عدد المرات حدوث الفعل في زمن المضارع البسيط، بستخدم how often يعني كم مرة أو عدد المرات. have في المصدر يبقى الفعل المساعد do، والآي تحول إلى you، وأبدأ أكمل have اللي هو الفعل في المصدر have English يعني كم مرة أنت بيكون لديك لغة إنجليزية. How often do you have English؟ How often do you have English؟ نكمل كلمة listen، كم مرة بيكون عندك درس إنجليزي؟ قال له طبعا I have English، أنا عندي إنجليزي twice a week، مرتين في الأسبوع. بعد كده أحمد قال له when do you study English؟ متى تذاكر أو تدرس اللغة الإنجليزية؟ بص على الفاعل you يحول إلى I، وانزل بالفعل study في المصدر I study، واكمل it عايد على الانجليزي I study it او English every day كل يوم. اخر حاجة في المحادثة في بيج 91، what would you like to be، ماذا تود انت كنت عايز او حابب تكون ايه. بص على الفاعل you يحول الى I، وانزل بكلمة would يبقى I would، واكمل like to، أنا أريد أن أكون أو أود أن أكون طبيب مثلا a أو a دكتور أو a دكتور. بعد كده عندي بيج 92، read the following then answer the question، يعني أقرأ التالي ثم أجب عن الأسئلة. بيقول لي a large number of tourists come to Egypt every year، يأتي عدد كبير من السياح إلى مصر كل عام. Egypt is one of the most important tourists أو tourist countries أو countries in the whole world. بقول لي تعد مصر دي أو مصر دي تعد من أهم الدول السياحية في العالم إيه؟ طبعاً إيه؟ العالم أجمع. يبقى important tourist countries in the world، طبعاً هنا العالم بأكمله اللي هو the whole world. Every winter يعني كل طبعاً كل شتاء thousands of tourists يعني آلاف السياح come from Europe to America to spend their holidays in Egypt، بيأتي آلاف من السياح من أوروبا وأمريكا لقضاء عطلتهم في مصر. كمان they بتعود على السياح enjoy sunshine and the nature، يستمتعون بأشعة الشمس والطبيعة وكمان الجو الإيه البارد. It's very cold in their countries،
وبيقول ان الطبيعة او الجو عندهم في بلادهم بيكون بارد جدا. It's very cold in their countries. They also visit Luxor and enjoy seeing our ancient monuments there. وكمان ايضا بيزوروا الاقصر ويتمتعون برؤية الايه، برؤية الاثار القديمة monuments او النصب يعني التذكارية القديمة there هناك. The pyramids الاهرامات the sphinx او الهول statues او التماثيل and the temples are awesome. بيقول لي ان هناك الاهرامات وابو الهول والتماثيل والمعابد بتكون awesome يعني رائعة. شوف بقى السؤال الاول بيقول لي what is the main idea of the passage، ما هي الفكرة الرئيسية للقطعة؟ طبعا Egypt مصر and the tourists والسياح. وممكن ناخد مثلا العنوان اللي فوق ده اهو لو عايز اكتب ممكن ايه، والمصر Egypt one of the most important tourist countries in the whole world. عايز نقول ان مصر دي بتعتبر من اهم الدول السياحية في العالم اجمع. ممكن نقول a large number of tourists come to Egypt every year، يعني عدد كبير من السياح لمصر كل عام. بس طبعا ممكن نقول برضو تاني Egypt is one of the most important tourist countries in the whole world. تعد مصر أو تعتبر مصر أو مصر تكون واحدة من أهم الدول السياحية في العالم أجمع. ممكن نختصرها ونقول Egypt مصر and the tourists السياح. Number two, what other places do you recommend for tourists to visit؟ عايز يقول يعني الأماكن الأخرى أو أي أماكن أخرى تنصح السياح بزيارتها. طبعا the pyramids الأهرامات، لوكسور اللي هي الأقصر، and ممكن هنا كمان and عذرا أسوان. يبقى the pyramids، لوكسور، and أسوان. بعد كده السؤال نمبر 3 بيقول لي what does the underlined pronoun they refer to؟ إلى ماذا يشير الضمير they المسطر اللي تحته خط هم دي؟ يبقى the tourists السياح. بعد كده عندي choose the correct answer from A, B, C, or D. The weather in Egypt، الطقس في مصر in winter في الشتاء بيكون طبعا نقط A the weather in Europe. هنا في مقارنة بين أوروبا وفين، يبقى هنا محتاج على طول الصفة the it ER the it than، يبقى warmer than بيكون أكثر دفئا طبعا من إيه، من الطقس في أوروبا. سؤال نمبر 5 space بيقول لي نقط tourist السياح visit Egypt every year كل سنة، يبقى الكام؟ طبعا احنا قلنا الكثير من السياح، احنا قلنا عدد كبير من السياح بيزوروا مصر كل سنة، يبقى هنا الكثير من little قليل فيه طبعا قليل العدد و much كثير للكمية. سؤال نمبر 6 the underline word كلمة awesome اللي هي بمعنى رائع، wonderful اللي هي طبعا عندي رائع بتسويها في المعنى. بعد كده عندي choose the correct answer from A, B, C, or D. Number one, you can catch a plane from A or any space. يمكنك اللحاق بالطائرة من port، منفذ، airport مطار، ودي الإجابة الصحيحة، stadium الاستاد، والميوزيوم المتحف. Number two, she is space so لذلك she can't hear you، ما تقدرش تسمعك. بيقول لي طبعا حتى لا تستطيع او هي لا طبعا لذلك هي لا يمكنها سماع، هي بلايند مكفوف ما بيشوفش يعني، كليفر ماهر او ذكي، وليزي كسول، ودف طبعا اصم اللي هو بيسمعش، ودي الاجابه الصحيحه. بعد كده عندي نمبر 3 بيقول بليز يعني ارجوك او من فضلك شور ذات يو رايت يور ايميل ادرس كوركتلي، تاكد من كتابه عنوان بريدك الالكتروني بشكل كويس. طبعا هنا بقول لي ايه، يبقى الاجابه، يبقى عندي حاجه اسمها ميك شور معناها تاكد على بعضها، that you write your email address correctly، تاكد من كتابه عنوان بريدك الالكتروني بشكل صحيح. تيك ياخذ ودو يفعل ويديسايد معناها يقرر. So number four, a or an space usually عاده has very strong walls، لديها جدران قويه. ده طبعا بيتكلم عن الايه، بيتكلم عن القلعه اللي هي الكاسل القلعه. أما عندي هنا arch اللي هو القوس، قوس أو طبعا اللي هو المدخل، و tent خيمة، و hut كوخ
كاس القلعة طبعا بتكون عادة ما تكون جدرانها قوية. سؤال نمبر 5، what is the name of the charity؟ what is the name of the charity؟ ما هو اسم الايه؟ ما اسم الجمعية التي you would like to be to عذرا you would you like to donate money to you، التي طبعا تريد ان تتبرع لها بالمال. يبقى انا عندي هنا الجمعية الخيرية دي طبعا ايه؟ غير عاقل، بستخدم عندي which مع ضمير وصل غير العاقل، هو للعاقل وير حيث المكان وات طبعا معناها ما او ماذا. يبقى ما اسم الجمعية التي you would like التي تود ان دونيت تتبرع money to you اليها. بيج 93 93 نمبر 6، that building تلك المبنى اصبح طبعا ايه after the earthquake بعد الزلزال أصبح موسكي مسجد، ruins معنى بقايا أو إطلال، ودي العبارة الصحيحة، ميوزيوم متحف هوسبيتال مستشفى. So number 7 space it will be rain tomorrow but I am not sure. أنا غير متأكد، يبقى أنا عايز أقول ربما الجو يمطر غدا لكن أنا مش متأكد، بستخدم طبعا عندي هنا maybe في الاحتمالية، أنا عندي I am not sure، يبقى may ربما الجو ربما طبعا الجو يمطر او ستمطر غدا لكنني لست متاكدا، يبقى انا عندي هنا على طول كلمه ايه ربما، اما عندي هنا كلمه maybe الاجابه الصحيحه بمعنى ربما، may مايو ومايت بمعنى طبعا القوه المطلقه وماست بمعنى يجب، دي طبعا معناها القوه المطلقه ودي ماست يجب. So number 8 when you get on the bus you space to buy a ticket، عند طبعا لما انت تركب الحافله او الاتوبيس يجب، يبقى يو طبعا هنا يو بتاخد هاف، يبقى يو هاف تو، انت مضطر تو ان انت تعمل ايه باي اتيكيت، طبعا تشتري تذكره، اليو الفاعل جم باخد هاف، لو الفاعل مفرد باخد هاف، يبقى انت لما تركب الحافله انت يجب عليك، انت مضطر ان انت ايه يجب ان تشتري تذكره. Page 9 what space you think they are doing at the moment في هذه اللحظة، واللي عايز يقول ما رأيك فيما يفعلونه في هذه اللحظة أو في الوقت الراهن، يبقى what do you think هنا دو طبعا الإجابة الصحيحة. السؤال number 10 a space is someone who works for no money، الشخص ده طبعا بيشتغل أو هو شخص يعمل من دون مقابل، بيكون طبعا متطوع اللي هو عندي volunteer، vet طبيب بيطري، farmer مزارع، و scientist عالم. بعد كده التصحيح complete the sentences with the correct form of the words in brackets where، وعندي طبعا مفيش مصدر يبقى محتاج نبص على الفاعل، فاعل you بناخد where، فاعل مفرد بناخد عندي was، يبقى what were you وطبعا ايه what were you yesterday، طبعا دي مش هتنفع يعني أين كنت طبعا yesterday أمس where were you yesterday، يبقى أنا هنا عندي أبص الأول ما فيش فعل في المصدر باخد was أو where، فاعل جم باخد where بمعنى كانوا، فاعل عندي مفرد باخد عندي was. سؤال نمبر 2 Luxor train قطار الأقصر at 7 a.m. في السابعة صباحا every day مضارع بسيط present simple، بص على الفاعل، فاعل مفرد بضيف الفعل s او es او ies، يبقى القطار الأقصر leaves يغادر at 7 a.m. every day. سؤال number 3 this is my school this is هذه بتكون مدرستي، يبقى أنا بوصف عند الوصف بستخدم which، يبقى هذه مدرستي التي which is far from my house التي تكون بعيدة من منزلي. بعد كده عندي number 4 our team our football team فريقنا لكرة القدم we will will win سيفوز because they are playing very لأنه طبعا أو لأنهم بيلعبوا بشكل كويس، أنا عندي فعل يبقى محتاج عندي حال، طبعا عندي إيه اللي بيصف الفعل الحال، الحال بيدينا معلومات أكتر عن الفعل، عندي playing يلعب طبعا، يبقى أنا عندي الصفة تصف الاسم وطبعا الحال من good يبقى well، يبقى our football team فريقنا لكرة القدم will win سيفوز because they are playing very well لأنه بيلعب بشكل كويس. بعد كده عندي ال write a paragraph of 90 words on a day on the beach على يوم على الشاطئ in the following lines في السطور التالية I will talk about أنا سوف أتحدث عن a day on the beach يوم على الشاطئ I went to the beach أنا ذهبت للشاطئ
يعني انا رحت للشاطئ. I went there at the weekend. انا ذهبت في الاجازه او العطله. I went there. انا رحت هناك with my family. مع عائلتي. We went by car. ذهبنا بالسياره. We took our food. اخذنا الطعام بتاعنا and drinks. المشروبات الخاصه بنا. We took sunglasses. اخذنا النظارات and hats. والقبعات. We took photos. والتقطنا او اخذنا صور. My mother sat on the beach. امي جلست على الشاطئ. My father and I, أنا والدي أو أنا وبابايا, swam, سبحنا in the sea, في البحر. بعد كده كمان هقول my little sister, أختي الصغيرة, made, يعني made a sand castle, يعني قامت, يعني بعمل قلعة من الرمل, أو يعني أعدت قلعة من الرمل, أو بنت قلعة من الرمل. It was hot and sunny, يعني الجو أو طبعا الطقس كان حار ومشمس. But we enjoyed, لكن استمتعنا, the sea, بالبحر. We were, كنا طبعا, we were so happy, كنا سعداء جدا. We went back home, ورجعنا للمنزل. In the evening, في المساء. حقا, really, we had a nice time there. لقد استمتعنا أو قضينا وقت لطيف هناك. So لذلك, we decided to go there. لذلك قررنا to go, إن احنا نذهب هناك again مرة ثانية. Again مرة ثانية. In the following lines, في السطور التالية. I will talk about a day on the beach. يوم على الشاطئ. I went to the beach. رحت للشاطئ. I went there at the weekend. رحنا في الأجازة. I went there with my family. ورحت طبعا مع عيلتي. We went by car. رحنا بالسيارة. We took our food and drinks. أخذنا الطعام والمشروبات الخاصة بنا. We took sunglasses and hats. We took photos. My mother sat on the beach. My father and I swam in the sea. My little sister made a sand castle. It was hot and sunny. الجو طبعا كان حار وكمان مشمس. But we enjoyed the كنا استمتعنا the sea بالبحر. We were so happy. كنا سعداء جدا. We went back home. رجعنا المنزل. In the evening, في المساء. Really, we had, احنا قضينا a nice time there, يعني وقت لطيف هناك. So لذلك we decided, قررنا to, ان احنا نذهب go there, هناك مرة ثانية. كده كنا وصلنا نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.